هنا في بوشاوي في مركز البث الفضائي التيدية بولاد فايت يوجد مركز تبادل المحتوى في الجزائر العاصمة، بناية رائعة من 3 طوابق تشترك فيها مع اتحاد الإذاعات العربية الشقيق بدعم من الحكومة الجزائرية، يجعل من الجزائر بمثابة الأب الروحي للتبادلات في إفريقيا والعالم العربي من خلال هذه المبادرة. هذا المركز يعد بالفعل القلب النابض للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي، فهناك يتم تبادل محتوى منصتها الإعلامية، وتثق أكثر من 40 دولة إفريقية في الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي UAR من أجل توزيع المحتوى عبر جميع أنحاء إفريقيا والعالم، محتوى ينتج في مؤسساتها السمعية البصرية. أوبي فيجن هو اسم هذه المنصة التي أنشئت في عام 2019 في أقل من عام، استطاعت تحقيق عدة أمجاد لما تقدمه من جودة في الإنتاج، وفي أقل من 5 سنوات تم تبادل أكثر من 20,000 محتوى على أوبفيجن، تقارير ومجلات وأفلام وثائقية ومنتجات البث المباشر، بعضها يأتي من الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الراغبين في الوصول إلى الجماهير الإفريقية. تخلل عمر هذه المنصة في السنوات الأخيرة بعض الأحداث الرئيسية، من أهمها أحداث وتظاهرات الفيفا، كرات الفيفا الذهبية، وأحداث كاف مثل كرة القدم الإفريقية والفعاليات الثقافية مثل مهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون في سباكو وون شو وحفل تراست أفريكا للاحتفال بالتضامن الإفريقي مع الضحايا خلال جائحة كوفيد-19 وقمة زعماء إفريقيا لمكافأة أفضل القادة الأفارقة وغيرها من التظاهرات العديدة. ويعمل فريق من المحترفين المتمرسين يومياً على إنتاج المحتوى المتنوع على هذه المنصة. هؤلاء هم رجال ونساء يحرصون على المراقبة الاستراتيجية وكذا توزيع المحتوى الوارد من التلفزيونات والمؤسسات الشريكة على منصة أوبفيجن. وفي نشاط المركز لإثراء المنصة بالإنتاج وتزويد الأعضاء بالمحتوى الذي ينتجه المركز مباشرة، نجد المجلة الإفريقية أفريك سات ماغ التي تجمع الأخبار الإفريقية كل أسبوع، وأفريك سات سيونس الذي يروج للعلوم في إفريقيا. ويتم تسليط الضوء أيضاً على المجلة الرياضية المألوفة الآن لدى منظمي الأحداث الرياضية على منصتنا، وتجذب هذه الأشياء وغيرها المزيد والمزيد من الشركاء إلى الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي. ففي البداية ضم الاتحاد 50 عضواً، أما اليوم فهو يضم أكثر من 80 عضواً، وهناك العديد لا يزالون يطرقون باب الانضمام إلى هذا الاتحاد. ولأن باب إفريقيا مفتوح فإنها تمد يدها للترحيب بالجميع، 54 دولة إفريقية بالطبع، والاتحادات الإفريقية وشركاء التنمية والاتحاد الإفريقي للإذاعات الموجهة إلى جمهور السمعية البصرية والانفتاح على وسائل الإعلام الخاصة. والهدف هو التعريف بالقارة السمراء بشكل أفضل للأفارقة أنفسهم ولبقية العالم، إلى جانب إظهار العالم بتنوعه للشعوب الإفريقية. يتساءل الكثيرون كيف تصبح عضواً في اتحاد الإذاعات الإفريقية؟ أمر بسيط، يمكنك الاتصال www.ur-ob.org للتعبير عن رغبتك، وسيتم دعمك بشكل مباشر حتى تحصل على رمز الوصول الخاص بك إلى منصة أوبفيجن لتبادل المحتوى واستلامه. لذا لا تتردد بعد الآن، انضم إلينا لتكوين صورة واضحة لإفريقيا.